16 اكتوبر هذا تاريخ كيخلد اليوم العالمي للتغذيه او اليوم العالمي للغداء. هو يوم اعلنت عليه منظمه الاغذيه والزراعه التابعه لمنظمه الامم المتحده، وتهدف هذا اليوم الى تعميق الوعي بمعاناه الناس لنقصين غداء او الجياع اللي ما متوفرش لهم ظروف العيش الكريم، الى جانب طبعا اهداف اخرى كالتضامن الدولي في الكفاح ضد الجوع وسوء التغذية، تشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدان النامية. وهذا كله إن دل على شيء فهو كيدل مستمعينا على أن الغداء طبعا عنده مكانة مهمة، وللتغذية كذلك مكان مهم في برنامجنا. لذلك غادي نقوله صباح الخير على الأخصائية في مجال الغذاء أسماء زريول. صباح النور عليك وصباح النور على جميع المستمعين. أسماء كي صبحتي شوية؟ شوية كنضل الحلق شي شوية دابا ياك لا دابا مزيان مسموع. ايوا الحمد لله. اذا اليوم قبل ما نبداو فقرتنا ربما عندك كلمة، لان اليوم 16 اكتوبر هذا يوم عالمي للتغذية، يعني بزاف ديال البلدان تحتفلوا بهذا اليوم، فنخلي لك كلمة اولا عاد ننتقلوا لموضوعنا. نعم اكيد، بالنسبه لليوم العالمي للتغذيه السابق كان هناك الجوع، كان الجوع اللي عنده نقص بالابور كالوريك ولا بكميه الطاقه، الناس ما كتكملش الحصه اليوميه ديالها من الماكله. نعم. اما الان هناك الجوع الخفي ولا كتسمى لا فان كاسي، فبدي كتلقى هو النهار كله كياكل كميه ديال الطاقه ولا لي زابور كالوريك اللي لازم ياكلهم النهار كامل. ولكن مني كتجي كتقلبين كتلقاه ما خداش الفيتامينات اللازمه. نعم. ما خداش لي مينيرو والاملاح المعدنيه، ما خداش المعادن، ما خداش يعني هذيك الطاقه اللي خداها ما جابتليش هاد المعادن والفيتامينات اللي لازم انه ياخذها. وبالتالي حنايا كندخلوا هاد المشاعر الجديده اللي ولات هي لا فان كاشي ولا الجوع المخفي. يعني كيبان لك الانسان ديال الوزن ديالو عادي ولا عنده زياده في الوزن، ولكن ما كيقدرش يكومبلي يعني الاحتياجات ديالو من لي ماكرونيتري من لي ميكرونيتريمون اللي هما المعادن وخلاص الفيتامينات وداكشي، وحتى من مضادات الاكسده، وهذه حتى هي خطيره بقدر اللي كان الجوع العادي والجوع المعروف خطير. اذا لازم نردوا ليه البال وناخذوا لا كاليتي احسن من اكثر من لا كونتيتي. اكثر من لا كونتيتي. نعم. واخا كيف جودة الأكل تكون حسن من كمية الأكل. نعم. جودة الأكل حنا تنعرفوا أنه ربما دي كلمة مزيانة قلتها لي أسماء، عطتني اون ترانزيسيون. جودة الأكل ربما شحال هذه سابقا كانت يعني أحسن ربما على بزاف ديال المستويات، منهم وجبات وأعشاب اللي كانت مثلا المرأة كتستعملها من بعد الولادة ديالها. حنا كنقولوا النفيسة دائما تتكون عندها واحد نظام غذائي اللي هو يا خاص، ولكن ربما هذه 21 ولا 30 سنه كانوا وصفات اللي هما العجله المحركه لاسترجاع الطاقه والبنيه الجسميه والصحيه ديال المراه. اليوم ولينا تنشوفوا ان النظام الغذائي ديال المراه من بعد الولاده ربما ما بقاش هو كيف ما كان سابقا. نعم اكيد، والحقيقه هو ان هذا الشيء جاي من جوج ديال المسائل. اول حاجه دابا ما بقاوش البنات كيرضاو مثلا بشي حوايج في الولاده، مثلا تجيب ليها حبر فاد ولا تجيب ليها رفيسه ولا الدجاج. نعم. تجيها بلدي ما زوينش. تفضل هي تفضل ترجع تاكل الماكله ديالها اللي هي متعوده عليها وصافي. نعم. ما سوقهاش يجي الحليب ما يجي الحليب، واخا كتعرف ان داك الشيء عنده علاقه يعني باضرار الحليب داك الشيء، ولكن يعني ما كتاخذوش بشكل اللي تاخذ به بنفس جديه. فهذا من جهه، من جهه اخرى هو انه هاد الوصفات هادو كانوا مزيانين بمعنى كان مثلا كدير رفيسه، وهذيك رفيسه مسايبه بالقمح اللي مزيان. هادشي اللي بغيت نقول لك، كانوا مزيانين ملي كان زرع وملي كان حليب وملي وملي كان الغذاء يعني كما تنقولوا ما مغشوش الشاي. تمام. ملي كان هادشي يعني في القدر وفي الطبيعه ديالو، مثلا كما قلت لي كان الاغذيه ولا بحال دابا الرفيسه كانت كتصايب مثلا بالطحين، وداك الطحين
كان مثلا شعير ولا كان قمح قديم الاول اللي كان مش هذا القمح كان كامل اكيد انه كان كامل. كذلك كان كيتصايب زيت الزيتون انه ما كانش زيت المائده كان اولى بالزبده نعم ماشي بالمغارين. والخطر في الامر انني نصيب دابا رخيصه والمراه الحامل والرغيف صايبين بالمغارين اضعف الايمان ديرهم زيت الزيت بالزيت ولا زيت الزيتون نعم اضعف الايمان هذا المغارين خطيره خطيره جدا. عاود ثاني حاجه المكونات اللي كنديروها واش اصليه ولا مش اصليه مثلا في العطريه اللي فيها العرس كثير كيخشو بزاف. ثالث حاجه هو الكميات مثلا هذيك الرخيصه تتكلم مثلا الخبز تاكل منه بزاف الكميه كتكون كثيره الوغ شنو محتاجه غير الذوق كافي جدا باش انها تلبي الحاجات ديالها. نعم وهذوك كما تعيطوا لهم احنا المسخن واش هما نعم واش هما يعني فعلا خاص المراه تاخذهم او لا هما تيضروها مثلا لان تيكون عندهم المسخن نعم تاخذهم مثلا بعد اكيد ماشي في الحمل بعد الولاده بعد الولاده نعم بعد الولاده وداك الشيء تقدر تاخذ هذيك هذاك الشيء البلدي العادي اللي كيديروا تاخذ مثلا حب برشاد جيد غير ما ديروه في الحليب في الماء في الماء نعم نعم ديروه في الماء وكذلك تشرب الماء مزيان 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 اذا الدجاج مثلا تاخذ الدجاج من ذو نوعيه جيده الان كاين لو شوا نعم وهنا النوعيه الجيده على حسب كل شخص يعني كاين اللي عنده مثلا دجاج في الدار مربيه ومربي عليه يدعى شنو كيعطيه كاين اللي كيمشي كياخذ ماركات ديال الانواع ديال الدجاج اللي جيده في هذه سيرتيفيكاسيون كاين اللي كي كل واحد يمشي على قد جهده وحتى الدجاج كيكون جيد في هذا الوقت هذا. ايه ان البروتينات مهمه ايضا نعم ولكن مع شرب الماء والنقص والملحه للمراه الحامل ولا نحيدوها. نعم عندك اقتراحات اليوم اسماء بالنسبه لبعض الوصفات المنسيه كما الى بغينا نسميوها؟ نعم بالنسبه للوصفات اللي ممكن المنسيه كاين الوصفه ديال بلاصه ما نديرو مثلا الحليب نحب برشاد الحليب والبيض نحرستي البيضه خصها تكون بيضه جديده ويكون عندنا الحليب الا عندك شي حليب جيد عنده نوعيه جيده نعم وهنا راه المستمعين كيفهموني ملي تنقولو بنوعيه جيده نعم وغادي نشدو فغادي نديرو فيه حب برشاد يطيب ونهرسو عليه البيض هذه وصفه جيده جدا مع البدايه ديال الولاده نعم نعم وشرب الماء ما ينساوش عفاك شرب الماء مهم جدا جدا عند المطعم اللي يلاه ولدات واللي يعني المرضعه واللي بغات ترضع تشرب الماء مزيان مزيان وتنوع انواع ديال الماء. نعم واخا اسماء احنا ما بغيناش نشدوك بزاف انا عارفك عيانه ومريضه ان شاء الله بالشفاء العاجل غدا ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو بك في حصه اخرى وتكوني بخير وعلى خير ان شاء الله صباحك مبروك اسماء.